حاجة فكرية من الغربية اتفضلي. انا شكوتي يا بيه واحد قافل على الارض الميه انا واخويا. قافل على الارض شكوتي انا اروح كفر الزيات ورحنا بتاع طنطا الغربيه. أيوة. وقدمت شكوى في الغربيه هنا ورحت الري بتاع الغربيه ورحت كتام بقى لنا 3 شهور بنلفهم ما احناش عارفين نوصل للحل. عمل ايه؟ قولي لي الشكوى ايه؟ قدامي واحد بني فرض زراعيه وعامل طريق سدد له الري 18 متر. بنى على ارض زراعيه وسد الطريق، البناء ده بقى له كام سنه؟ البنايه دي جديده. جديده؟ اه. يعني من قد ايه مثلا يا حاجه؟ ما بقالها 2 3 سنين واحنا دايخين بقالنا كام يوم. طب انت بتقولي ان انت بتشتكي بقالك 3 شهور مش سنتين. آه بقالنا 3 شهور. السنتين كل حاجه من الحكومه يا حاجه فكريه، من السنتين ثلاثه دول كنت فين بقى؟ انا في طنطا، انا متجوزه في طنطا. يعني دي بتاعتي في بسيوط. يعني ما كنتش تعرفي بالمشكله دي؟ لا ما كنتش اعرف الا اول امبارح. ليه؟ ومين اللي كان بيزرعها؟ اخويا اللي مأجرها مني وبيزرعها. طب الراجل ده قال انت مش هتقدر تاخدها مني، انا هاخدها منك عافية. عبد اسمه علم الدين علوم. بقول لك ايه بس استني بس، انا مش عايز اعرف اسمه دلوقتي. دلوقتي انتوا في نزاع ما بينكم اساسا عشان البيع والشراء؟ لا يا ابني لا لا لا. انتوا طيب؟ لا ما فيش نزاع خالص يا بيه، انا جبت اسمك من التلفزيون واقفه بتفرج عليك اهو. طيب بس انا مش لاقيه حل في الغربيه بحل. لا هو بصي انا هكلمك بصراحه. يا ابني مش هيبقى دلوقتي حالا ولا بكره. آه. بس هنبتدي معاك الحل وهنبتدي نشوف. آه. المحضر اللي معمول للبناء ده ووضعه ايه ومصدر الري. ماليش دعوه بالبنى يا بيه. امال ايه؟ ماليش دعوه بالبنى، انا ليا دعوه ان سدد الميه على ارضي. انت ليك إن... ايوه ما هو انت ليك ان الميه تجيلك تمام. أوه. انت عايزه ميه للارض. ايوه سيبينا بقى انا نتقل. انا بدورت ارض يا بيه، انا باكل منها، انا بشتغل فيها. هي المساحه قد ايه؟ المساحه فدان ال 6 قرارين. ملهاش مصدر ري غير الري اللي هو قفله ده. مصدر ري اللي اخويا الكبير واخد ارضه لوحده مش راضي يملي الميه من عنده. اخويا الكبير واخد ارضه لوحده وانا واخويا الصغير الارض لوحدها. ما انت رحت بقى قعدت في بسيون. احنا في بسيون، هي اخواتي في بسيون. طيب سيبيني هكلم وكيل الوزاره وهنسال في المجلس المدينه. الله يستر معاك ويكتب شر طريق. امين. وهنرد عليك يا حاج. حاضر. الله يكرمك يا ابني، احسن الراجل مدوخني. حاضر مدوخني والله يا ابني مدوخني. حاضر يا حاجه فكريه عليا. وهنكلم انا هكلمك تاني، الاعداد هيتواصل النهارده وهيتصلوا بيكي هنعرف الموضوع ده. الله يستر معاك. انت خدوا رقمها؟ انت خدوا رقمك يا حاجه فكريه؟ طيب الارض فارس يا ابني. علشان لسه عايزين نعرف المكان فين وبالظبط وبالتفصيل وهنكلمك تاني. حاضر. حاضر. ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، ان كل واحد شاف ان هو مناسب ليه ان هو يبني على ارض زراعيه وخصوصا بعد الثوره راح بنى وما هموش. الدوله فقدت جزء غالي جدا من اراضيها الخصبه، ما هموش مصلحه مزارعين جيرانه المفروض ان هم ايد واحده طول عمرهم، وابتدى يبني وابتدى يقطع يعني شريان حياه. الناس دي لما تيجي تقطع ميه عن ارض هتزرعها ازاي؟ ابتدي بقى يجرب يعمل بير ارتوازي وتكلفه عاليه. طب ليه انت بتفسد خير موجود في بلدك؟ ونشوف بقى اصوات تنادي بعد كده يقول لك لا ما ده راس الراجل ده بنى، ما تقننوا له وضعه، ما تخلوه يدفع وهو قاعد. ما هو ده يعني قمه الفشل. يدفع ايه ويقعد فين؟ اذا كان احنا النهارده الدوله بتعيد تشكيل حياه جديده، مفيش حاجه اسمها عشوائيات. كل العشوائيات اللي احنا بنشوفها النهارده بيتم تطويرها ومباني جديده وخدمات متكامله ومرافق. انما داخل ارض زراعيه واقول له ما قنن له، ما الراجل انت هتستفيد ايه لما تهد له؟ الراجل ده مصدر تلوث واهدار لخير موجود في الارض الزراعيه. المشكله مش في وجوده بس، هو في حد ذاته جريمه، ولكن الاضرار والاثار السلبيه اللي هيسببها لكل الاراضي والجيران المجاوره لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. انت بتتكلم على ارض زراعيه وانت جيت بنيت لي مبنى فيه وتقول لي هتستفيد ايه لما تهده؟ اسالني بدل ما هتستفيد ايه من الازاله، قول لي هو الراجل ده هيعمل مشاكل ايه؟ الراجل ده اولا استقطع جزء مهم جدا من الارض الزراعيه، ثانيا تعدى على موارد الري والصرف، ثالثا هو هيسرق منافع زي ميه وكهرباء، وكمان هو عنده صرف مش موجود له شبكه.
غير بقى ان ده زمان كنا بنقول او لحد دلوقتي عند الجامع اللي في اول البلد عند بيت الشيخ فلان مفيش خريطة موجودة. ده بقى عنوانه هيبقى ايه؟ عنوان المنزل ده هيبقى ايه؟ فين؟